أهلا ومرحبا بكم طلبة الصف الثاني إعدادي مع تاني دروس المنهج بتاع الترم التاني أو منهج الترم التاني الصف التاني إعدادي، كم الاستفهامية وكم الخبرية. عايزة أوضح لحضرتكم بس حاجة قبل ما أبتدي، إن كم دي كنا ذكرناها وإحنا بنشتغل درس التمييز. أفكرك حاجة بسرعة، إن درس التمييز هو الاسم النكرة ليزيل إبهام اسم قبله. اسم اللي قبله اللي هو المميز، اللي المميز ده كان عندي نوعين، ملفوظ وملحوظ. المميز الملحوظ اللي حضرتك بتبتدي تستخرجه من القطعة، احنا قلنا له عدة نقاط، اما بيكون بعد افعل التفضيل او اسلوب نداء التعجبي، بعد كم بنوعيها، وانا كنت قلت لحضرتك ان عندك دي كم نوعين، اما تكون كم محتاجة اجابة او كم اصلا كاجابة وتديك معلومة للكثرة، بعد افعال الزيادة والنقصان وكده. كان درس استوفى شرحه معانا في درس التمييز. النهارده عايزه اوضح لحضرتك كم مفصله. انا عندي نوعين من كم، كم بتيجي في بدايه الجمله اداه مبنيه لا محل لها من الاعراب، بس هي ذاتها ليها معنيين. المعنى الاول اذا كانت بتيجي للاستفهام ودي بسال بيها ومحتاجه جواب، إذا هستخدمها كأداة استفهام وآخر الجملة بتاعتها بيكون علامة الاستفهام المميزة. زي ما أقول لحضرتك ها النهاردة ذاكرت كام ساعة، هتبتدي تعد، أنا صاحي من الساعة كام وصليت وغديت وذاكرت كام ساعة في اليوم. إذا أنا سؤالي بيتطلب من حضرتك جواب. لما أقول لجنابك حضرتك معك كام كتاب في الشنطة، طب حضرتك خلال الأجازة قرأت كام رواية، هتبتدي تفكر وتشوف وتعد. إذا طالما الشيء محتاج لعدد، طالما الكلمة أو السؤال محتاج لإجابة، فحضرتك على طول هتحط كام دي من ضمن عائلة كام الاستفهامية. بص معايا كده حضرتك على الأسئلة وخلي بالك منتبه أو انتبه معايا كويس، لأني هطرح عدة أسئلة بعد ما أقرأها. كم ساعة ذاكرت؟ كم كتابا قرأت؟ كم سائحا زار مصر؟ من كم عاما أو عام جئت للدنيا؟ يعني ما أنا صح عندك كم سنة؟ ابتدي بقى كده حضرتك بص على كم اللي في الأول. خليني في الثلاث أسئلة أو الثلاث أمثلة اللي قدامك في أول الجملة. كم جت في أول الجملة، أداة استفهام مبنية لا محل لها من الإعراب. افتكر درس التمييز قلت لك بعد كام بيجي تمييز، برافو. ها ساعة ايه حالها الاعرابي، مرفوعة ولا منصوبة ولا مجرورة؟ منصوبة. ساعة جمع ولا مفرد؟ مفرد. كم كتابا، منصوب ولا مرفوع ولا مجرور؟ منصوب. مفرد ولا جمع؟ كتاب واحد مفرد. سائحا مفرد ومنصوب. اذا انا هستخلص من الموضوع ده ان انا عندي كام الاستفهامية اللي بتيجي في اول الجملة، بعدها مباشرة بيكون عندي تمييز منصوب مفرد. ما بيجيش حاجة كده؟ لا ما بيجيش، لا ما بيجيش اذا كانت هي في الاول. ركز لما اقول لحضرتك من كم عاما او عام جئت إلى الدنيا، حضرتك مواليد سنة كام؟ لا 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 سيبك من مواليد منيش، بص كده على من اللي عندي، سبقت بحرف الجر، من حرف جر، كم اسم مجرور بمن، عاما، تمييز لكم، منصوب ولا مجرور؟ يصح الحالتين، يصح ان انا اقول لحضرتك ان عاما تمييز كم منصوب علامة نصب الفتحة، لان تمييز كم الاستفهامية تمييز منصوب علامة نصب الفتحة. طب امتى بيصح ان انا اجره؟ يصح الجر اذا سبقت من بحرف الجر، وهنا ده كده الحالات بتاعت كم الاستفهامية. تاني انا عندي كم بتيجي في بداية السؤال عشان اتطلب من حضرتك تديني الاجابة الوافية عليها. كم أداة استفهام مبنية لا محل لها من الإعراب بتيجي في بداية الجملة، بعدها مباشرة تمييز منصوب مفرد. إيه تاني؟ تمييز كم الاستفهامية مفرد منصوب علامة نصبه الفتحة. إمتى يصح الجر؟ لو كم دي سبقت بحرف الجر، يبقى كم مجرورة والتمييز بتاعها يصح في الحالتين، إما حضرتك تنصبها بالفتح او يجرها بالاضافة. بص على نوع كم التانية ونبتدي نبص مع حضرتك ان انا عندي كم
اه يا ميس، انا مش كل الجمل اللي كنت بشوفها كان فيها علامه استفهام، كان في واحده كده محطوط فيها علامه التعجب، اللي هي الواحد المنقوطه دي اسمها علامه من علامات التعجب، عشان ابين الكثره العدد الكبير اللي عندي قدام حضرتك. لما اقول لحضرتك كده كم شهيد خضبت دماءه اراضي سيناء، ها تبتدي تعد في انهي سنه؟ طب من ايام 73 ولا دلوقتي؟ اذا انا عندي شهداء كثره، يبقى العدد انا مش عارفه احصيه، مش عارفه اجمعه. في الحاله دي اقول لحضرتك ان كام اللي عندي دي كام خبريه بتدل على الكثره. برضو نفس الحكايه، كام اللي عند حضرتك بتيجي في بدايه الجمله وفي نهايه الجمله الواحد المنقوط اللي هي علامه التعجب. يبقى اعمل مقارنه كده بس بين كام اداه للاستفهام او كام بتدل على الكثره بتيجي في بدايه الجمله، أداة مبنية لا محل لها من الإعراب، نهاية الجملة إذا كانت كام الاستفهامية أحط علامة استفهام، كام خبرية بحط علامة من علامات التعجب اللي هي الواحد المنقوط. حلو، برافو عليك. ها التمييز بتاع كام؟ كام الاستفهامية كان التمييز عندي دائما مفرد، دائما وأبدا ما تحاولش، دائما مفرد منصوب. إمتى بيصح إن أنا أجره بالإضافة؟ إذا سبق اثنان بحرف الجر. تعال ببص آخر مراجعة كده وآخر حاجة في كامل خبرية اللي احنا كنا عاملين بنقول عليها طول السنة ان كامل خبرية دي ممكن تيجي التمييز بتاعها مفرد ويجي جمع، بس الإعراب واحد، مجرور وعلامة جره الكسرة، مجرور بإضافة أو بحرف الجر. كم عالم أفنى حياته في تجارب علمية؟ كم عالم؟ عد كده، عندك زويل ومجدي يعقوب، كتير 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 من العلماء مش هنعرف نحصي العدد بتاعهم. كم من عالم أفنى حياته في تجارب علمية؟ كم شهداء راحوا فداء للوطن؟ كم من شهداء راحوا فداء للوطن؟ عالم مفرد ولا جمع؟ مفرد. قدام حضرتك منصوب ولا مجرور؟ مجرور بالإضافة وعلامة الجر الكسرة. طب ممكن تصح ان حضرتك تجره بالإضافة او يسبق حرف جر وبرضه يفضل مجرور. اذا مثال هو الاعراب بتاعها دايما مجرور، جرته بالإضافة، جرته بحرف جر، هو تمييز كامل خبرية دايما مجرور وما فيهاش فصال. عالم مفرد، شهداء جمع. اذا كامل خبرية التمييز بتاعها يصح ان يأتي مفرد او جمع، لكن اعرابه دائما وابدا مجرور، يجر بالإضافة أو يجر بحرف الجر. كم عالم، كم أداة خبرية مبنية لا محل لها من الإعراب، عالم تمييز، كم مجرور علامة جر الكسرة. المثال الثاني، كم من عالم، كم أداة خبرية مبنية لا محل لها من الإعراب، من حرف جر منفصل مبني لا محل له من الإعراب، عالم اسم مجرور بمن، بين قوسين كده قول ان هو التمييز كم مجرور علامه جر الكسره. كم شهداء، كم اداه خبريه مبنيه لا محل لها من الاعراب، شهداء اسم، ها اسم هو اصلا كده كده اسم، تمييز كم دايما اسم، تمييز كم مجرور علامه جر الاضافه علامه جر الكسره للاضافه. كم من شهداء، كم خبريه مبنيه لا محل لها من الاعراب، من حرف جر شهداء اسم مجرور بمن، وبقول عليه ان هو تمييز كم. بص مع حضرتك كده مجموعه من الامثله، عايزه حضرتك تبتدي تحلها لي تاني، هراجع لك على كم اللي عندي. انا عندي نوعين من كم، عندي كم استفهاميه اللي هي دايما التمييز بتاعها بيكون مفرد، التمييز اللي هو المستفهم عنه اللي انا بسال عنه. لما قلت لحضرتك كده كم كتابا قرات، كتاب مفرد، التمييز بتاعها دايما منصوب. امتى بيجر؟ اقول لحضرتك بيجر بالاضافه اذا سبقت من بحرف الجر، ده بيكون كامل استفهاميه اللي نهايه الجمله بتاعتها علامه الاستفهام، تمام. كامل خبريه اللي هي بتدي معنى للكسره، بعد اذن حضرتك كام دي دايما تيجي في اول الجمله، خلي بالك ان وراها بيكون التمييز بتاعها اما تمييز جمع أو مفرد، الإعراب بتاعه واحد، مجرور إما يجر بالإضافة أو يجر بحرف الجر، يبقى كامل خبرية للإخبار عن الكسرة. أما كامل استفهامية دي بتسأل عن عدد مجهول وحضرتك يتطلب أن تتضع له إجابة الوافية.
كم الاستفهامية بتحتاج تمييز دايما مفرد منصوب اللي هو المستفهم عنه، أما كم الخبرية فتمييزها يأتي مجرورا بالإضافة أو بحرف الجر من، وده أكتر حرف شيوعا وبستخدمه في الجمل تلك. والتمييز بتاعها قد يأتي مفرد أو جمع، ويجوز في حالة واحدة إن حضرتك مع كم الاستفهامية دايما تمييز بيكون منصوب، حالة واحدة بس إذا سبقت من بحرف الجر يصح إن حضرتك أو شرط إن حضرتك تجره لي بالكسرة. معايا مجموعة من الأمثلة، يا ريت حضرتك بس كده تشوفها وتبتدي حضرتك تحدد نوع كم إعراب التمييز اللي هو الكلمة التابعة لمن، ويا ريت حضرتك توضح العلامات كمان اللي هتوضع في نهاية الجملة. إيه هي العلامات؟ استفهام إذا كانت من، استفهام إذا كانت من في جملة سؤال أو كم استفهامية، علامة التعجب إذا كانت كم خبرية. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، هنا بقول لحضرتك قد إيه، عد بقى كم غزوة دخلها الرسول، طب كم حرب خضوها، عدد قليل جدا انتصرت على فئة كثيرة، هنا كم تدل على الكثرة، برافو، يبقى دي كم خبرية. عند حضرتك بعد إذنك الجملة في النهاية اوعى تنسى، عشان بتنساه وتغلط في الامتحان وبتنقص على فكرة درجات. طالما عرفت ان كم خبرية من معنى الجملة حط على طول علامة التعجب في نهاية الجملة. كم خبرية من حرف جر فئة اسم مجرور بمن وعلامة الجر الكسرة. كم فقيرا أحسنت إليه، عد كده النهاردة تصدقت على كم فقير، فقيرا مفرد منصوب إذا كم استفهامية، انت النهاردة أكيد مش قاعدين طول النهار نتصدق بالأموال، يبقى احصي عدد من تصدقت إليهم، يبقى دي كم استفهامية ومحتاجة إجابة وافية. كم من رجال ضحوا في سبيل الله، كم شهيدا في معركة العبور، بكم جنيها اشتريت الكتاب، من كم عام أقامت حضارة مصر، كم مشروعا أقيم هذا العام. دي مجموعة من الأمثلة تتطلب من حضرتك إجابة وافية. طلع لي نوع كم، اعرب التمييز، ضع العلامة المناسبة في نهاية الجملة. تمنيتي لكم بدوام التوفيق والتفوق. السلام عليكم ورحمة الله.